رغم الحديث عن إجهاض محاولات لم الشمل تحل ذكرى التنحي اليوم لتكشف عن مساعي جديدة لجمع مكونات العمل الوطني والتي جاء من بينها إعلان اتحاد القوى الوطنية المصرية. دعونا نتابع جانبا من مؤتمر تدشين الاتحاد في سياق هذا التقرير ثم نعود من جديد. يوم 11 فبراير 2021، في هذا اليوم بتلتقي رموز وطنية مصرية وشخصيات عامة وأحزاب سياسية، تلتقي حول العالم، تلتقي حول مجموعة من المواقف والرؤى المشتركة لحل القضية المصرية. هذه الشخصيات الوطنية المصرية التقت اليوم كي تعلن عن تدشين اتحاد القوى الوطنية المصرية. اليوم بتمر 10 سنوات على آخر وأجمل أيام الثورة المصرية، يوم رحيل مبارك. إن الوضع الاستثنائي الغير عادي الذي تعيشه مصرنا الحبيبة الآن يجب علينا جميعا أن نترفع عن ذواتنا وأن نبتعد عن خلافاتنا وأن نتمسك بالوحدة، فهي السبيل الوحيد للوصول إلى حرية مصر، السبيل الوحيد إلى إنهاء الانقلاب العسكري، أن تتوحد القوى الوطنية في إطار واحد. كلما تحدثنا مع الشرق أو الغرب أو اليمين أو اليسار أو في الداخل أو الخارج أو غيره يقول أين من أنتم وأين هذه القوى الوطنية التي تتحدثون عنها؟ هل هي الإخوان المسلمين فقط؟ هل هي حزب الغد فقط؟ هل هي غيرها من التيارات الوطنية أو الإسلامية فقط؟ اليوم الحمد لله تتجمع كل هذه القوى الوطنية. إذن وتزامنا مع ذكرى العاشرة لخلع مبارك، أعلنت هيئات وشخصيات سياسية في الخارج عن تدشين اتحاد القوى الوطنية المصرية كتحالف جديد لقوى المعارضة ضد النظام وممثل لها أمام الجهات الدولية والإقليمية. الاتحاد الذي كان مقررا الإعلان عنه في 25 من الشهر الماضي ثم جرى تأجيله لمزيد من المشاورات يستند على وثيقة تأسيسية تشمل 20 بندا تمثل مبادئ وحقوق حاكمة ومنظمة لعمل الاتحاد وفق البيان الصادر عن المشاركين فيه. إذن خطوة جديدة تضاف إلى الحراك السياسي المتواصل منذ 25 من الشهر الماضي إحياء لأهداف الثورة وتطلعا لتحقيق الاصطفاف بين مكونات العمل الوطني مع حلول الذكرى العاشرة للتنحي الذي مثل الخطوة الأولى على طريق مكتسباتها.